على ليلى. ما بين غمضة عين وانتباهاتها، دخلت لجنة المسابقات مباراة دور 16 بين النصر والشعلة إلى المجمعة. كان هذا قراراً لا رجعة فيه من اللجنة القضية. قالت أنها جنحت إلى القانون ولما تنصه اللوائح، مستندة بكل هذا على تقرير الشرطة وما دون الأمن إلا النقل. الطرف المستضيف الشعلة رفض وصدح بأن هذا لا يجوز وأنه تجني ورفض التوقيع. قال أن المسابقات لم تأخذ برأينا، وذكر الطفيل الرئيس للملعب أكثر من ذلك. عطنا 48 ساعة إذا ما زينا الأشياء هذه، عطنا الملعب اللي أنا اللي أطلبه، مو أنت تحدد. تطلب على أساس المادة تقول أنه أرض محايدة، أنت تطلب الرياض. ما أبغى أنا إذا ما خلنا نقول لك، إذا كان اللائحة هذه المادة ما أبغى المجمع، حط لي إياها في الأحسن. الطرف الضيف في المباراة النصر لم يتم 24 ساعة إلا وظهر للعلن وأيد ما قاله رئيس الشعلة، وأصبح الضيف في حكم المضيف. تحالف الطرفان فأصبحوا واحدا أمام لجنة المسابقات التي تسابق الزمن لتقنع الرأي العام بما استندت إليه. الشعلة برئيسها وشرفيها، أهالي الخرج، إدارات المحافظة، استنفرت قواهم لدعم إدارة الشعلة ورد القرار وإعادة المباراة حيث الخرج، حيث تنتظر الجماهير هناك مواجهة النصر. لبرنامج الملعب، صالح العساف.